رجعنا لكم. فيا أصدقاء، المؤامرة على الإسلام ابتداءً وانتهاءً هي كذبة كبرى. ليس الإسلام عدواً للغرب، ولا يكرهونه، ولا يكيدون له، ولم يقوموا بأي شيء ضده إلا ضد الدول ومصالح وسياسات وحروب قاتلة سافلة لكنها لا علاقة لها بالإسلام. ولما استقر الأوروبيون والأمريكان على الحقوق التي أقرت على الأقل في نهاية الأربعينات، أصبح الإسلام جزء أو المسلمين جزء من الحكاية، وفي كل مكان في العالم ما فيش أي حاجة. وحتى بعد كل الحوادث دي ما عندهمش الإسلاموفوبيا اللي بيحكي عنها حد يعني بالشكل اللي أنتوا فاكرينه. واليمين في أوروبا وأمريكا يمين على الكل، مش بيكره المسلمين بس، بيكره الألوان المختلفة في البشرة، بيكره المسلمين، بيكره اليهود، بيكره طوائف أخرى من المسيحيين، بيكره شكلهم إيجين أسيوي، بيكره كل الناس. ده اليمين، أنا عايز العرق النقي اللي بتاع كده والكاثوليكي التمام أو البروتستانتي في أمريكا بس. فحبيبي أنت مش في عداء مع حاجة، أنت انهزمت سياسيا وفكريا وعسكريا وعلميا، وكل أنواع الهزائم جات لك من أول القرن العشرين. فأنت قلت مؤامرة على الإسلام، وياريت يعني ياريت هما بياخدوا دروس حتى من يعني ما فيش حل مع دول. سيبك، مش عايز أستطرد يعني. ده تالت حاجة في المناخ العام، يا ترى ركبهم على بعض كده، اكتب ورايا اللي متابع بقى التلات أربع أسابيع دول، من أول تمجيد الخلافة وأبعاد ده في النفس اللي بتتربى في المنطقة العربية المسلمة، ويفتح يلاقي الخلافة كلها دم وده قتل ده، فاهم يعني؟ في روايات لطيفة حتى من مبدأ المسألة خالص، من الأول لحد نهاية العثمانية ما تتكلموش. فلما بتقول له تمجيد الخلافة طيب، وشرحنا ده طويل. بعدين الجهاد، تعالى بقى وبكل الروافد اللي قلت لكم عليها والمنافذ، مقالات، كتب، فتاوى، دراسات، انترنت، شبكات تواصل، خطب جمعة، مواعظ، أفكار، مدرسين، مدرسين جامعات، أساتذة، كل اللي انت عايزه حتى اللي ملوش فيها. فلما كل ده اتكسر، المشروع كله اللي هو كان أصلا استعماري وقاتل، واتهزمت على كل أنواع الهزائم حتى علميا، ودي أهم هزيمة، فانت خليتها بقى مؤامرة على الإسلام. يا حبيبي قوم اشتغل واعمل، ومش هتلاقي مؤامرة على الإسلام. ما هو الآسيويين كانوا بيتعاملوا أقل منك يعني. في بلاد مش عايز أجيب اسمها، كانت في الثقافة الغربية عبارة عن أضحوكة هزلية، بيسموهم الديناصور الراقص، اللي هي الحيوانات القديمة والرقص الغريب والطبول، بلاد كانوا بيضحكوا عليها. دلوقتي البلاد دي هي قائدة الدنيا في التقدم. البلاد كانوا بيتريقوا عليها قامت، ولا حد قال لها مؤامرة على البوذية ولا مؤامرة على الجنس الآسيوي، مفيش أي حاجة. حضرتك أنت ما بتشتغلش، بس اشتغلت خلص الموضوع، فبقيت نمر آسيوي وغول اقتصادي، وبقيت يعني الحاجات الثوابت في العالم، أكتر كلام بيتقال في العالم ده كلام بيتكتب على طول في السوشيال الغربي يعني، I love you و made in China، أكتر كلمتين بيتقالوا في الكرة الأرضية. طب made in China دي من إمتى؟ من مفيش بس 30 سنة بس، قبلها كان وضع مأساوي هناك، كوريا الجنوبية والحاجات دي. لكن يا باشا هو اشتغل، لكن انت خليك في نجاسة الكلب، ما تتريقش بقى، انت خليك ركز اوعى، لان اهم حاجة في التاريخ الارضي والسماء والزماني وعلاقة الاكوان ببعضها نجاسة الكلب بس. فانت ركز بقى. وبعدين زي ما اقول لكم دايما، الفرح ان الكلب ممكن ما يطلعش نجس عند مذهب من المذاهب. فاللي اللي بشوفه على شبكات التواصل، حتى اللي فرحان بيقول اخيرا عرفته ان الكلب جميل، بزعل جدا عليه، لانه اصلا مش موضوع اساسا، لا هو نجس ولا طاهر ولا الموضوع اصلا. انت فين يا باشا؟ انت فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ فانت ركز بقى في نجاسة الكلب وخناقه النمص وتعديلات مش عارف قانون الخلع، اديها ما ترحمهاش بقى، ما هو ده اللي يليق بينا. فما تزعلش ان دي نتائج، بس تقولي بقى بعد كده مؤامرة على الإسلام. يا باشا حضرتك زي ما انا ختمت امبارح، انت المؤامرة على الإسلام، اقسم بالله المؤامرة على الإسلام هي ناسه وتابعيه وكتبه التراثية، فيها خير قد كده وفيها بقى اللي فيها. عارفين في كتاب لجلال الدين الرومي اسمه كده، اسمه فيه ما فيه، بس هو كان قصده خير، انما احنا عندنا حاجات تانية. فانت المؤامرة الحقيقية حضرتك وتراثك وثقافتك، انت اللي طعنت الإسلام في الخاصرة،
ولا في الخاصرة، في القلب. ده الإسلام ده كان رهوان والله. آه شخصية اعتبارية، لكنه نص يذوب في أي ثقافة ويتداخل مع أي حضارة، وما عندوش مشاكل مع حد، ولطيف وظريف، مفيش حاجة خالص، زي الفل والله بجد. هو الرسول قال تركتكم على البيضاء، اللي انتوا بعد كده خليتوها المحجة البيضاء. دي رواية مش صحيحة قوي. ايه بقى البيضاء؟ ان الموضوع واضح وظريف ولطيف وهادي وانساني، والحرب في زمانها ومكانها دفاعا، خلصت، خلصنا، الدين انشئ والدنيا جميلة ومترتبة والايات مطلقة وفيها قيم عظيمة. انت عملت ايه بقى حضرتك؟ خربت الدنيا وجاي تقول لي مؤامرة على الاسلام؟ حضرتك اللي دمرت الاسلام يا فندم. ولو في اي عداء من الغرب، رغم انه مفيش عداء مع الاسلام، انت بسببك. ده انت بعد كل ده الاسلاموفوبيا بتقاوم في الغرب من الغرب. ولسه كان في فيديو معرفش منتشر، المهم مش هجيبه يعني، لراجل في قلب المجلس العمومي البريطاني، بريطاني من اصل هندي، بيديهم درس في الاخلاق على كلمه اتقالت على المحجبات، كلمه. ما طلعش واحد بقى قال له يا ارهابي انت ليك عين بعد الدواعش واسامه بن لادن تتكلم، لا بيسكتوا. ما بالك بقى لو احنا، اعكسها كده، يا نهار يا خبر ابيض، لو احنا اللي في ديانه معينه جايبينها في بلادنا، واحنا بلادنا مزدهره يعني، وعايشين عندنا وبيقتلوا فينا كل شويه باسم دينهم، اقسم بالله كنا حرقناهم في الشوارع. بالعقليه اللي عندنا دي كنا لميناهم ودولهم لا 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 انتوا دين ارهابي يلا يا ابني، او طردناهم من البلاد دي كلها، قال يعني بلادنا اللي مزدهره. ده انت حد دلوقتي يا راجل لو حد صلى في مكان غير، مش عايزين نتكلم، بس اسكت يا حبيبي اسكت. فالمؤامرة على الإسلام أولا مش موجودة، ثانيا المؤامرة لو موجودة فهي أنت والخمسمائة سبعمائة سنة اللي فاتوا، بل الألف، أنت المؤامرة. عارفين اللي بيتكلم في الأدبات الاجتماعية يقول لك عدو نفسه، إحنا بقى، أيوة إحنا أعداء أنفسنا مش حد تاني خالص. ده تالت رافض، أديكوا بقى شفتوه بكل نواحي. رابع بقى، انا بجيب لكم بقى ايه التركيبه كلها عشان تفضل تقول يا نهار ابيض ده انا حواليا ده فعلا وده وده وده. هتلاقيها في الاخر الاسبوع الجاي كده مقفله عليك لدرجه انت بتتنفس سم، بتتنفس تسمم، انت بتتخلق يعني، بتتحول لارهابي او اللي جنبك او قريبك او اخوك او من غير ما يحس يا فندم، عمال يتشرب مش عارف منين ولا منين، بس بقت كده، هي بقت كده خلاص. رابع باب عظيم جدا مليان حوالينا في نفس الوسائل اللي بنقولها دايما، اللي لسه قايلينها، عدوها انتوا بقى، التحريض والكراهية بين الأديان وبين الطوائف الإسلامية. وده موضوع اوعى تستبسطه، ما بقولكش يقوم اقتله زي مثلا الجانب اليمين الدواعش اللي هو القتل لمجرد الكفر اللي هو ما عملش حاجه خالص، لا ده انا هقول لك كلام لطيف انتوا عارفينه كويس. واحد يقول لك بس لو ها هو كافر بيا وانا كافر بيه، يا سلام على السماحه، فما تزعلوش من كلمه كافر. والنبي يعني هو كافر في الأدبيات الإسلامية اللي هي تراثية مش تبع القرآن تساوي كافر في الأدبيات المسيحية؟ ركز، لا، كافر في الأدبيات أي ديانة غيرنا ما فيهوش قتل والله، حتى يعني الديانات اللي اشتهرت عنها العنف ما فيهاش قتل لمجرد اختلاف الدين، ما عملش حاجة. ممكن يوصفك بأبشع الأوصاف، يقول عليك تعبان، سموم، كل اللي انت عايزه في ديانات يعني غير المسيحية، لكن ما يقتلكش. أنا ما شفتش في حياتي حد بيقول على حد إن دمه هدر كالخنزير لمجرد اختلاف الديانة، وما شفتش في حياتي كتاب اللغة العربية في فصيحة بلسان عربي مبين وربنا سماه القرآن الحكيم، فبناء على ذلك بيقول يا أهل الكتاب ومنت تقول عليهم في تفسيرك كفار، ما شفتهاش في حتى في أقصى الكوابيس المفزعة ليلا، ما شفتش دي.
وتتلام انت النهارده انك بتقول لا مش كفار يا جماعه دول، القران ما بيقولش كده، فتبقى انت الوحش. فيطلع يقول لك لا هم كفار طبعا، بس اصل الكفار مش زي ما انتم فاهمين نقوم نقتلهم، لا هو كافر بديانتي وكافر بديانته، فهي عمليه تبادليه. افتح الكتب وشوف يعني ايه كافر اللي هم كاتبينها من القرن الثاني او الاول، وافتح الكتب شوف السقف الاعلى والاعلى والادنى، ها، لان في دايما مينيمم وماكسيمم للتعامل مع الكافر، من اول التضييق عليهم في الطريق، وده حديث منسوب كذبا لرسول الله المتسامح الاعظم اللي ربنا ارسله رحمه للعالمين بالمناسبه. طبعا احنا الاحاديث دي مالهاش علاقه بالكلام، فيقول لك ضيقوا عليهم الطريق في صحيح مسلم، ولا تبادروهم بالسلام. وبعدين انه انت دايما في حاله عداء دائم معاهم. لما اجي بقى في وقت في الاسبوع الجاي او مش عارف امتى اوريكم الفيجوال الحاجات البصريه، هتلاقوا حاجه متفقين عليها كلهم في بدايه ده، بدايه كلامنا عن التحريض اللي هو مالي الجو المسمم حواليك، تحريض دائم. يكفي ان المتطرف اللي قاعد جنب حضرتك اللي هو عادي لابس ابنك او اخوك يكتب على بتاع، لا يا جماعه يدخل على واحد بيترحموا عليه، مش هقول لك فنان مع ان الفن شيء عظيم، جندي، جندي اتقتل في المواجهه مع الدواعش، فيدخل يقول لك الناس يقول لك سموا المدرسه باسم الشهيد مينا مثلا، فيسيب ده كله يدخل بكل جديه يقول لك بص يا جماعه هو طبعا يعني مات شهيد، مات يعني دم وهدر لمصر وكده، بس استغفر الله العظيم يا جماعه هنهزر، هتقول عليه شهيد؟ استغفر الله العظيم تطلبوا له الرحمه؟ وطبعا عارفين الردود دي بالالاف، تطلبوا الرحمه لواحد كافر؟ انتوا هتخترعوا دين؟ حضرتك اللي بيكتب ده متطرف واسع التطرف، يعني لو احنا في دول تانية يتقبض عليه، يتقبض عليه يتحط في السجن عشان كتب وصف التنميم بالكفر، ده وصف فاجر ربنا ما قالوش ابدا. لكن انت سايب الراجل اللي مات ولا الفنان العظيم اللي مات وقدم وقدم ومجدي يعوب ورايح الجنه، يعني هو رايح الجنه وانت مش داخلها خالص ان شاء الله، بتمنى من ربنا يعني، عشان انت اصلا فكرت في كده انه رايح الجنه ولا لا، فانت اللي مش داخلها ان شاء الله، لان انا مش واصي على الجنه. فانتوا انت فاهم انتوا مربين ايه؟ كل ده تطرف يا فندم. بس هو ما جاش النهارده صدفه انه يتقال لا يا جماعه اعوذ بالله ده كافر، لا ده بيتقال له رسمي، بس اصل انا كافر بس ما قتلوش يا جماعه، ما تقولوش قتلوه، انا بقول لكم بس ان هو عمليه تبادليه، الكفر الكيوت ده، الكفر منزوع الدسم الجميل ده، فالسقف الادنى منزوع الدسم، السقف الاعلى بقى في تفتح الكتب اه اقتله ما عليكش حاجه، ممكن تعذر تعاقب بس ما عليكش قصاص، لانه كافر، المسلمون تتكافأ دمائهم، وضيق عليهم في الطريق، وتعالى بقى اخترع لك دين تاني بروايات منسوبه كذبا للرسول الرحمه للعالمين، ها، وبالاحداث وبعدين بالفقه وبعدين باللي حصل كله من تفحش في هذه البلاد ودخول عنهم كفار، خلطه الشيطان في لباس ديني، يا سلام. فانت تاخدها اولها قران واخرها قران وفي النص شيطان معروفه، فتسمع الخطبه وتسمع الموعظه وتقرا الفتوى وتقرا الفقه القديم وتشوف تاريخك فتطمن قوي، دول كفار بكماله بقى الحاجات اللي احنا اطمنا ليها من كل ده. رابع بقى باب التحريض والكره اللي بيحطوه في قلبك، بس وانت مش صبح كده كاره ده وده، لا تاكله ولا تشربه، اصل الناس دول حتى التصوف السني اتعمل فيه ايه؟ ولحد النار. وده هنكمله بقى طبعا على توسع في موضوع التحريض والكراهيه اللي ما تملا الجو المسمم حوالينا في هذا المناخ العام. بعدين يقول لك ايه؟ هو ايه اللي بيجيب الارهاب في بلادنا؟ انت بس كده، كمل لحد الجاي ونشوفكم الاسبوع الجاي.